وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية من الأهرام. الأحمر يغرد منفردا على قمة الدوري. أخبار اليوم: الأهلي يهزم الأسيوطي ويواصل العزف المنفرد على القمة. الجمهورية: الأهلي سوبرمان مع وليد سليمان. المساء: الأهلي متين بعد 60. الوفد: عبد الله السعيد يخضع لأشعة بسبب آلام العضلة الخلفية. المصري اليوم: الأهلي يعبر الأسيوطي بهدف نظيف ويغرد على قمة الدوري منفردا. الوطن: الأسيوطي ينضم لضحايا الأهلي. الشروق: البدر يتمسك باستعادة مؤمن زكريا بعد نهاية الموسم. اليوم السابع: حسام البدري يبدأ استكشاف بطلي الجابون وبوركينا فاسو قبل انطلاق دوري الأبطال. فيتو: الأهلي يبدأ تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة النصر. يلا كورة: الأهلي يعلن جاهزية سمير ومعلول لخوض المباريات. في الجول: أكرم توفيق: أثق في إمكانياتي وأنتظر الفرصة. يورو سبورت عربية: الأهلي يعادل رقمه ويواصل للفوز العشرين للمرة 18 في الدوري. بعد قليل تلتقون مع استاد الأهلي ولقاء حصري مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم هشام محمد وأيمن أشرف، وهيكون معانا طبعا كابتننا كابتن محمد كابو. وإلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة الأهلي. دمتم في أمان الله.